أقل من زوز مواسم فقط تتمكن اللاعب فخر الدين بن يوسف من خطف أنظار التوانسة الكل اللي كانت متجهة نحو لاعب الترجي الرياضي التونسي سابقا يوسف المساكني، وتحويله ليه فضل ما يملك الروج من قدرات بدنية وفنية وتكتيكية عالية. ابن 22 سنة، كراوتش تونس مثل ما يحلو لأنصار الأبيض والأسود مناداته، مرشح لنيل جائزة أفضل لاعب ينشط في إفريقيا، كان سند كبير النادي الصفاقسي في حصوله على بطولة الدوري التونسي موسم 2012-2013. الجولدن بوي أو الفتى الذهبي للهولندي كرول يخلق من الضعف قوة بعد ما قادر ضرب الجزاء في الدور 16 الثاني أمام رانجرز النيجيري. فخر الدين يكفر على غلطه ويمر إلى سرعة القصوى في كأس الكونفدرالية ويعطي 7 تمريرات حاسمة ترجمت إلى أهداف، أبرزها تمريرة النصف النهائي أمام النادي البنزرتي وزوز إمدادات ذكية في ذهاب النهائي مكنت فريقه من أريحية معنوية قبل مباراة الحسم في لوبومباتشي. 4 أهداف هي حصيلة الروج في المسابقة الإفريقية، أغلاها هدف في شباك حارس مازامبي اللي فرح به فخر الدين 12 مليون تونسي، ليكون بذلك تجول هذه النسخة من كأس الكونفدرالية اللي خلق فيها بن يوسف طابع خاص لنفسه، وذكر أحباء الساحرة المستديرة باللاعب البرتغالي الفريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو. الحمد لله الناس كل يعني فرحانين بالبونتو وبالتتويج اليوم، ان شاء الله ديما هكا وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما سلسله الالقاب. دماغه اخلاقه حبه للمريول وعطائه الدائم هي اسباب خلت فخر الدين بن يوسف يتربى على قلوب الصفاقسيه اللي اعلنت منذ بروزه ولاده نجم ساطع في سماء الكره التونسيه لكن بمواصفات عالميه.